يشتل الدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. عدنا من جديد مشاهدينا مرة تانية، بقول لكم صباح الخير. تقرير دلوقتي الحقيقة، تقرير معنا مشرق جدا عن مجموعة من الشباب المصري اللي فعلا بيحبوا بلدهم، سموا نفسهم إشراقة خير، وحاولوا طبعا في مبادرة رائعة منهم ان هم يطوروا المستشفيات الجامعية في مصر، وفعلا بدأوا في تنفيذ وحدات مناظير وحاجات كتيرة جدا هنشوفها معاكم حالا في هذا التقرير. ابقوا معنا. في وحدة جراحة ومناظير الجهاز الهضمي بمستشفى عين شمس الجامعي، تمكن مجموعة من الطلبة من إدخال وحدتي مناظير جديدة للجامعة بتبرعاتهم. إشراقة خير هي مشروع تطوير مستشفيات مصر الجامعية الذي بادر به الطلبة لتحسين الخدمات المجانية المقدمة للجمهور. إشراقة خير هي جمعية رسمية مشتركة بوزارة الضامن الاجتماعي. إشراقة خير هي مسؤولة عن تطوير مستشفيات مصر الجامعية. مجرد حلم حلمناه من أكتر من 3 سنين، بأن كل مستشفى، بأن كل جامعة تبقى مسؤولة عن مستشفيات الجامعية. الإنجاز الجديد اللي احنا حققناه دلوقتي إن احنا شاركنا مع المستشفى في تطوير وحدة المناظير. وحدة المناظير للقيء الدموي دي بتخدم كمية لا تقل عن 150-200 فرد في الأسبوع، فبالتالي احنا محتاجين نطورها. قدرنا الحمد لله ان احنا نطورها مع المستشفى بتكلفة 500,000 جنيه. احنا شاركنا بحوالي 220,000 جنيه. اشراقة مصادر تمويلها اول حاجة ان احنا كل طالب يقدر يدفع جنيه في الأسبوع. تاني حاجة ان احنا بنقدر نجيب سبونسر، نتعاون مع المستشفى ونجيب سبونسر. تالت حاجة والأهم ان احنا لينا رقم حساب مشهر تبع الجمعية، 77-240 بنك فيصل فرع غمرة. يقدر اي حد حابب يشارك في المشروع ويطور مستشفى الدمرداش ويكون جزء من تطوير المستشفيات مصر الجمعية انه يشارك معنا. اخر مشروع لينا كان وحدة المناظير، جبنا فيها جهازين مناظير ووحدة تحكم. ده كان بمثابة نقلة لوحدة المناظير. الوحدة كانت شغالة بمعدل 50% من كفاءتها تقريبا، زادت الحمد لله بالجهازين ل 150%. وحدة المناظير الجديدة قادرة على رفع كفاءة العمل بالمستشفى الجامعي من 50% إلى 150%، الأمر الذي سيقلل من طوابير الانتظار. منظارين الجداد اللي وصلونا هيدعموا المناظير الموجودة، هيساعدونا ان احنا ما نتوقفش زي ما احنا ناويين وان شاء الله مكملين، وهيساعدونا برضو بإذن الله ان الكفاءة تزيد. يعني ممكن هتتعمل العدد مناظير اكبر، هيبقى فيه توفير اكتر، واحنا الحمد لله دلوقتي في يعني بنجهز وحدة قيء دموي جديدة على اعلى مستوى. الجميل في إشراقة خير ان هم فكروا يخدموا المكان،
فكروا بفكرة بسيطة جدا، لكن الحقيقة هي زي ما بنقول هي بسيطة، لكن وصلت انها بإذن الله هتبقى عملاقة. ان هم بيشوفوا زي ما بنقول الاماكن اللي بيكون اكثر احتياجا لنوع من انواع الدعم وبيقدموه. يمكن كانت البداية في استقبال الجراحة وده كان شيء جميل، وبعدين دلوقتي في وحدة المناظير. احنا طبعا في ظروف غير طبيعية وشايفين في مظاهرات وفي ناس بتعمل تدمير، في على الجانب الاخر جانب مشرق جدا اللي هو اشرقت، مجموعة من الطلبة البساط قوي بيجمعوا تبرعات، والحقيقة يعني نجحوا في ان هم يجيبوا حاجات كنا صعب نجيبها من خلال ميزانية الدولة وميزانية المستشفيات، وهم الحقيقة دعمونا بوحدتين مناظير على اعلى مستوى. شباب مصري قرر ان يخدم الوطن ويرفع مستوى الخدمة العلاجية بالجهود الذاتية، هكذا يكون حب الاوطان. احمد مصطفى، قناة دريم. فعلا مصر يعني لن تتوقف عن العطاء. مصر برغم كل الظروف اللي بتمر بيها حاليا وان شاء الله هتتخطاها بقوة وهترجع أقوى من الأول، لسه فيها حاجات حلوة. بعد الفاصل مشاهدينا فقرة أحوال الناس، ابقوا معنا.